يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده انا بعمل مقدمه عند الهانم عشان هي اصلا مش عايزه اصور لكم اي حاجه خالص. هي بقى والله كنت عايش معاكم بس صحيت تعبانه ومكسله وحاسه ان انا عندي استعجال. لا كدابه هي من ساعه ما بقت حامل يا جماعه هي بقت كسوله جدا جدا. اقسم بالله انا بتحايل عليها عشان تيجي اكتوبر هي والاستاذ اللي بيصورنا ماشي ومحدش يوم بيجوا. هنيجي هنيجي امتى بقى لما تولد؟ انا اليوم بقى عامله سمك مكرونه وحمرته عشان محدش بياكل اعتبر الا انا. نص البيت اهو بيتحمر وهنا سمك مكرونه وبولتي. مزمروقه علينا بصراحه، مروقه علينا جامد قوي. معرفش عارفه كل ده عشان محمود اسكندراني بيحب. تعرفي ان محمود انا بعشق البولتي. محمود ما بيحبش المكرونه اللي هو ده. البيت لسه بيقول لي اول مره ادوق. والله انا ما باكلش الا السمك ده. والمكرونه اللي ما بيحبوش. لا انا اي سمك اديني فيها باكل السمك بعشقه. انا ممكن ما اجيبش فراخ ولحمه بس اجيب سمك كل يوم عادي. بلا يا جماعه الحمل ومخليني ما باكلش فراخ خالص ولا بنيه خالص. خلاص اتاكدنا. محمود انت عايز ولد ولا بنت؟ بامانه ورحمه امي بكلمكم بامانه والله العظيم ثلاثه اللي يجيبوا ربنا. انا نفسي بنت بنوته قوي وانا عايزه بنت. وانا نفسي. استنى انت دورك جاي. كفايه خناشير في العيله. الله معلم. انا نفسي في اللي ربنا يجيبه. هو اللي ربنا يجيبه ماشي ما حدش هيعترض. بس مثلا امنيه يعني انا كان نفسي في ولد وربنا جاب لي ولد. الله اكبر. والله انا اقول لك انا بما يرضي الله ان انا نفسي في بنت فانا عايز بنت اقسم بالله. وانا عايزه بنت. تبقى لك هي البنت. كلنا جايبين سبايا. بس ليه يا عمر؟ انا هجيب بنت عشان اجوزها. الواد ده هيطلع لعيبه حم. والله العظيم في نجوميه كده. تحس ان في نجوميه. واسمي يا بابا ازاي؟ بقول لك ايه تحط على كام صلاه؟ يا محمود ايه؟ انا عايزه بنت عشان اناسب محمد. عايز انا بيتي عشان تناسب محمد؟ لا امشي يا بابا. اناسب محمد. انت عندكم مش شايف ليه العمال يضحك لي؟ النهارده عشان عيني في بعض حماته وعمته ده بيلمح لي يعني اللي هو ايه؟ انا عسول على فكره. والنبي يا ندى انا عايز سلطه. والله ثانية عمال تعملها عشان انا كنت يعتبر شبه نفسيها. ماشي. هتقولي محمود المفروض هو اللي هيعملها. السلطه؟ قلت لها عملها حلو عليه في الشغل. محمود انت ما بتخيلش باي حاجه. مين اللي قال لك كده؟ شفتك في الفيديو صح؟ بس شفتك في الفيديو بقى وانت بتعمل حاجات بسيطه. قلت حاجات بسيطه. ورا الفيديو يا نجيه محمود اللي مكافاه. انا اللي كنت معاه في شاطر يا محمود. شاطر والله. عجبتني اول لما عرفت ان انت بتساعدها وبتفيد الناس. ورحمه امي بجد؟ والله. هو اهوتي والله العظيم بساعدها. بس مطبخ لا عشان ما بقاش كداب. يعني مثلا مواعيد لا. ايوه انت ما تخشوش مطبخ اصلا عشان انا بحس ان انتوا كرجاله بتخشوا المطبخ تزبلوه اكتر. حصل. انا رغم ان انا والله كنت بعمل لامي حاجات كتير في البيت. لا المواعيد لا. اي حاجه في المطبخ لا. انا بخش هنا عشان اعمل قهوه. لا احلى واحد بيغسل لي المواعيد. والمصحف بيغسل مواعين احلى مني. يبقى انا جربك بقى. لما كنت حامل وربنا يبقى انا جربك. ما كانش بيخليني اعمل حاجه في المواعين. كان كل شهر يغسل المواعين. لا محمود الشقه. لا انا محمد مواعين. انا مصدومه. انا مصدومه يا بنتي. يا بنتي 8 سنين عارفاكي عمري ما شفتك بتعملي حاجه. عمري ما دخلت بيهم مطبخ. وعامله لنا ديكور بقى وحركات وتكات. السمك ده ريحته تحفه. سلطه. تسلم ايدك يا ندى. صبيت طعمه خطير. انا عامله بجد حلو والله جامد. بس انا عامله جامد تحفه. السمك وقديه بقى نطلع عملت بس حاجات بسيطه على قد لو كنت عارفه تزودت عرفت. لا والله تسلم ايدك. سلطه انا عامله اكل كتير قوي. بس انا مصدومه. طبعا مصدومه والله. مصدومه منك قوي بس فرحانه. يا جماعه ندى جابت لي هديه عيد ميلادي عشان كنت زعلانه منها. عشان هي عامله اصلا العزومه دي عشان هديه. عشان هي ما قالتليش كل سنه وانت طيبه. انا زعلت منها قوي. بصوا انا هقول لكم انا المفروض كنت رايحه عندهم بس لما لقيت هبه وعبده مش موجودين عشان عندي عيال كل مره ما عرفتش اروح. زي ما تقولي يا جماعه جبت في عيد قلت اجيبها لي وقت ليها عادي برده. تعالى اوريكم هي جابت لي ايه. يا جماعه جابت لي السلوبيتا دي. شكلها حلو قوي. لا تحفه تحفه. قول بقى امانه ذوقك ولا ذوق ندى؟ هي ايه السلوبيتا؟ لا
لا نادي بابا. عايش عايش، انا فرحانه بيكي قوي. دول قاعدين بيلعبوا في ليل ليلو. لا بابا غزها محمد ما جاش ياخد غدايا خالص يا دوار. ما تصوتش. بصوا يا جماعه انا متغزه من ايه؟ بقول لك هوري محمد بجد يا حاجه من ايه ده نفسي بجد حتى ازازه الميه بجد والمصحف. انا هدوق، عامله اكل جامد قوي، عامله السبيت. انت بتحب السبيت؟ محمد عامل زيك بيحب السبيت برضه عن الجمبري. لا انا مش بحب، انا هي بتدعي من تقشير الجمبري زيك. انا بموت في الجمبري، المفروض ما بيعرفش يقشره، فطول ما انا باكل انا اللي بقشر برضه. ايوه احسن واحده بنلاحظ نفسي بالعافيه. ايوه لا لا اكلها جامد. ما تشوف. ايوه خش خش علينا خش. لا هتشوف ده. بص نزوق لك الطبق ازاي. ايوه ورينا بقى كده الجمال. يا ولا وربنا ما مصدق. اوعى الزغرفه يا ولا. انا اقسم بالله ما مصدق. لا انا ده بقت شطوره على فكره. هاتي هاتي الباقي. الاكل ده عامل الاكل ازاي؟ مين؟ بحظر ورحمه امي ما اعرف. بص كده لان انا ما كنتش شاكك يا عم. دي كانت كده برضه، دي كانت كده بس بقت تعمل اكل برضه. بس بص بقى، بص بص بقى، بص الدخلات بتاعتنا. يا لعمه ده بص السبيت. بص بقى السبيت لما انا بقى. ايوه بص يا ولا. ايه محمد فيها يا محمد؟ وربنا ما مصدق. والله ندى والله العظيم يا محمد. ايه العمل دي كده بال ازاي؟ هي ندى استاذه بقت استاذه. مالك يا محمد؟ انت تعرفيش احنا كلنا كنا فشل. لا لسه ندى هتبهركم. خش عيش اضرب. بص لولا، لولا القمر بقى جنب اهو. لولا انا كنت بطبخ. اعمل الحركه يلا. اعمل ايوه اعمل الحركه. ايوه محمود. ايه انا كنت بعرف اطبخ بس انا كنت مخبيه مواهبي بجد والله. مش اي حد طبعا يا بنت اللعيبه. بص يا جماعه ما شاء الله تسلم ايدي كانونا والله. انت ودنيا انا ما عنديش حاجه. دنيا ما عندش حاجه. دنيا برش. لا لا عملت صوت. طب انت دخل خش هات الباقي يلا. بيتحمروا. لا بس هتتروق عليك حمو النهارده شكلها. والله العظيم السمك. لا لا هتاكل وهيعجبك. ايه هيعجبك؟ هيعجبك. دوق. خش يا ست الكل. بص بص ام ليلى يا جماعه. انا هناكل كلها مع بعض دلوقتي. امسكي دي واحده سبتيه. يلا اعمل ايه؟ دي واحده سبتيه دي. اه هي ما فيهاش ولا اي حاجه. هتتاكل على طول كده على طول كده. اي يا محمود لك حاسه جسمه بيقشعر. والله حاسه ده جسمك اشعر. والله جامد بجد. والله جامد. ارا عليك هاكل وهدوق والله. بس يا طب دولك واحده سبتيه انت كمان. حلوه بجد والله. تاكل بروسي بقى جامد قوي. ايوه والله جميل. تعال. هو ايه اللي بياكله ويتنح ليه؟ هو ممكن يشوف يكون بارد لسه اللي هو مش سخن. لا بستطعم. بس هو بيستطعم. ايه؟ يلا ايه؟ بجد؟ ربنا حلو. يلا يلا ناكل.